طيب نروح لأخبار الحج. البعثة المصرية بدأت النهاردة الصبح تصعيد حجاج القرعة لمنطقة المشاعر المقدسة استعدادا لأداء الركن الأعظم في الحج، وهو طبعا الوقوف بصعيد عرفات بكرة إن شاء الله الأحد. اللي هو سيد ماهر مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج السنة دي قال أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعملية تصعيد الحجيج للمشاعر المقدسة، وتم تجهيز حوالي 430 أتوبيس مكيف جداد لتصعيد حجاج بعثة القرعة. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أعلن كمان أنه هيتم تصعيد الحجاج المصريين المحجوزين في المستشفيات السعودية بكرة إن شاء الله لصعيد عرفات بعد التنسيق مع السلطات السعودية من خلال سيارات الإسعاف، وسيارات الإسعاف دي هترجعهم مرة تانية للمستشفيات السعودية علشان يستكملوا العلاج. نروح